أعطيني القرار ياك ديال المنع خارج من رئاسة فيه الكاشي ولونطي تاع رئاسة الحكومة، خارج من رئاسة الحكومة. فقال لي أنا كنطبق التعليمات. إذا أنت كتطبق التعليمات ماشي القانون. هالبي ديالي واش مشيت؟ وهنا أشنو داير أنا؟ هنا داير أنا ممنوع من السفر. وفي الغابة إلا قتلك إلا فرضا أن ضربني شي واحد بالحجرة ولا حني تما ولا قتلني شي واحد تما، شكون كيتحمل المسؤولية؟ مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم دائما في إطار تتبعنا الحالات الاجتماعية والإنسانية. اليوم معنا الأخ بشير. الأخ بشير هو مواطن مغربي بحالنا بحالو بحالكم، تمنع الجمعة اللي فايتة من الحق ديالو، حق كيكفلوا لي الدستور وكيكفلوا الدستور لجميع المغاربة، هو التنقل والسفر داخل التراب الوطني. غنخلي الأخ بشير هو غادي يعاود لنا على الملابسات ديال القضية وشنو صرا اكزاكتومون. واخا شكرا. المهم الاسم ديالي بشير، انا زبون ديال لا كومباني رويال اير ماروك، يعني الخطوط الملكيه المغربيه. يعني كنمشي دائما في ظل هذه الجائحه، كنمشي ذهابا وايابا للداخله من مطار محمد الخامس الى مطار الداخله ذهابا وايابا بلا حتى شي مشكل بلا حتى شي مانع بلا حتى شي حاجه. فكالعاده كنقطع على اساس انني نمشي الجمعه الفائته، كنقطع باش نمشي للمطار الداخله. جيت لكازابور هنا كالعاده قبل بالوقت، يعني باش ندير لونغوجيستمون الاجراءات ديالي. جيت ركبت التران، نزلت في مطار محمد الخامس على الساعه 6:37 دقيقه بالضبط. نزلت ففي الباب الاولاني اللي كيدخل المطار، سكانير الاولاني، غندخل. اذ أفاجأ برجل شرطة كيمنعني ما غاديش ندخل. جبت لاكارت ديال ليدونتيتي باش ندخل، قال لي خاصك جواز التلقيح. قلت ليه انا راه ما دايرش حتى شي تلقيح وخصني ندخل. قال لي لا راه كاين المنع. قلت لي واخا كاين المنع، عطينا شي وثيقه ديال المنع ولا كتبت المنع. قال لك راه كاين المنع. واخا قلت له حيت باش نخلي الناس يدوزوا، لان كانوا ما نخليش انا باش ما تعطلش المصالح ديال الناس. بقيت حتى الاخر، قلت له عافاك فاش تسالي عيط لي على مسؤول امني ديالكم. فعلا سالا جا مسؤول امني، الله يخليكم راكم منعتوني، شنو علاش تمنع؟ قال لك راه اودي راه انت لا تتوفر على الجواز، لا يمكن لك الدخول. الجواز ديالك حنا عارفين انت غتسافر وسط الجواز ديال التلقيح، وانا غادي للداخله، انا غادي باقي في المغرب غادي للداخله. الجواز ديال ماشي جواز الباسبور ديال اللي كتخرج به لبرا، وانما جواز ديال التلقيح. وكنمشي بلا كارت، يعني هذا دائما كنمشي فقط بلا كارت ناسيونال ديالي، لانك حتى في المغرب داخل التراب. فوالا هذا هو اللي كاين. قلت له واخا كاين القرار تاع المنع، عطيني القرار تاع المنع ياك نشوفو. كنشك بلي انت دائما كتسافر. دائما كنسافر في ظل هذه الجائحه. في ظل الجائحه دائما كنسافر. وعندي الوثائق. اسمح لي غادي نقطعك باش نذكروا بان الحكومه قالت بان التلقيح غير اجباري. انا كنعاود، قالت الحكومه بان التلقيح غير اجباري، يعني التلقيح بغيتي ديرو ديرو، بغيتي ما ديروش. ووزير الصحة دائما تيقول بأن التلقيح غير إجباري، ولكن غير كينصحوا به باش الناس يديروا التلقيح باش يكتسبوا واحد المناعة، ولكن كيبقى لك كامل الحرية أنك ديرو أو ما ديروش، باش نبينوا هذه النقطة. هذا هو اللي كاين. فقلت لي عطيني قرار ديال المنع، راه أنت مسؤول أمني. وقلت لي راه فاش كنلقاو مشكل مثلا، كون درت شي مخالفة في الطريق ولا شي حاجة هذا، راه اش كيدير الشرطي؟ كيجبد ليا القانون، قانون مدونات السير، كيقول ليها القانون شنو كيقول. اذا انت الله يرضي عليك اعطيني القرار ياك ديال المنع خارج من رئاسه فيه الكاشي ولونطي تاع رئاسه الحكومه، خارج من رئاسه الحكومه.
قال لي حنا سلطه تنفيذيه كنطبقوا القانون، انت سير قلب على القرار. وقلت له هذا راه لا يمكن. قلت له واخا، قلت له نشوف معاك كتطبق القانون ونشوف معاك القانون شنو كيقول. قلت له راه في الدستور، قلت له نمشي معاك، قلت له شنو هو هذا راه مطار مرفق عمومي ياك. قلت له الدستور هو اسماء، قلت له في الفصل ديال الدستور هو فوق الجميع، فوق كل شيء بدون استثناء. قلت له شنو كيقول الفصل 9 من الدستور؟ ان القانون هو اسماء تعبير عن اراده الامه، يعني هو اللي هو الدستور اسماء تعبير عن اراده الامه، والكل سواء اشخاص ذاتيين او اعتباريين ياك فهم ملزمون بما فيهم السلطات العموميه ملزمون باحترام وتطبيق القانون. قلت له هذه الاولى. قلت له الفصل 154 من الدستور كيعطيني الحق كمواطن، ان كمواطن المواطن جميع حق المواطن انه الدخول لمرفق عمومي بالتساوي بدون تمييز، دون تمييز، ماشي هذا يدخل وهذا ما يدخلش، دون تمييز ومبني على اسس ديمقراطيه. هذا هو اللي كاين. قلت له هذا بالنسبه للدستور. قلت لي غنجي معاك بالنسبه للقانون. بالنسبه للقانون المرفق اللي كيقول القانون اللي نازل ديال الطوارئ اللي نازل في مارس 2020، القانون 22292 و 22293 في الماده 3 في الفقره الاخيره تاعو، شنو كيقول لك؟ ان الدوله راه لاجل الصحه العامه والصالح العام راه كتنشر بلاغات وتقارير ومناشير ياك، وكيجي المشرع في الاخر كيقول لك جميع هذه الاجراءات والتدابير لا تحول دون استمراريه المرفق العمومي والخدمات ديال المرتفقين. قلت لي انت راه كتمنعني دابا من حقي. قلت لي نجيو للمساله ديال التنقل ونرجع معاك للدستور. نساو بانك انت مسافر باغي تدخل المطار، يعني ممنوع تدخل المطار الا ما عندك جواز تلقى. هذا هو مرفق عمومي. لانه مرفق عمومي شنو دخلنا؟ نجيو للمساله تاع السفر. المسألة ديال السفر ياك في الدستور في الفصل 24 في الفقرة الأخيرة كيقول لك أن الدخول إلى أرض الوطن والتنقل عبر أرض الوطن والخروج منه والدخول إليه مكفول طبقا للقانون. ونرجع معاك لحالة الطوارئ ولا قانون الطوارئ، شنو كيقول لك؟ كيقول لك أنك بغيتي تتنقل خاصك رخصة، والرخصة موجودة. يعني أنت كتوفر على الرخصة. أه، والرخصة موجودة ياك. قلت ليه يعني كنقول السؤال ديالي، حنا شنو خرجت الكمامه باش ببلاغ ولا ببلاغ ولا بقرار بان خصنا نديروا الكمامه، اذا واش الكمامه تحول دون استمراريه المرفق العام؟ لا، هذا هو اللي كاين. يعني حنا كن، ولكن فاش كنقولوا جواز ديال هذا الجواز اللي فارضينه بدون لا دستوري ولا قانوني، راه انت كتمنع الناس من كتمنع استمراريه المرفق العمومي، اذا انت تخرق القانون. فقال لي انا كنطبق التعليمات. اذا انت كتطبق التعليمات ماشي القانون. اذا انت كتطبق، حنا ماشي، اذا حنا ما بقيناش في دوله المؤسسات، ولينا في دوله ديال تطبيق التعليمات ماشي القانون. بعد ذلك انا قلت لك كاين المنع، كاين المنع واخا. عيطت للناس ديال 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 الارام ديال الشركه تاع الطيران المغربيه. صحيح يا اخ بشير، انت ملي خديتي البيه ديالك كنعرفوا حنا كاملين ملي كتاخذ البيه من عند لاغام او اي شركه ديال الطيران وحده اخرى كتقول لك مثلا ها الا كنتي غادي تخرج على برا خصك البي سي ار. انت واش في البيه شنو طلبوا لك؟ حتى شي حاجه، يعني انا كنقطع كما كنقطع دائما، ما طلبوا حتى شي حاجه. ها الوثيقه، ها البيه ديالي. انا بغيت تدابير احترازيه ديال ها البيه ديالي ياك، فاش غنقطع حتى شي حاجه ما وصلتني لا نوتيفيكاسيون في الايميل لا حتى شي حاجه بانني انا خصني ناخذ شي خطوه ولا حتى شي حاجه، لان انا راه باقي في تيريتوار، باقي في المغرب، ماشي خرجنا على برا باش يطلبوا تيست بي سي ار ياك. هذه نقطه ياك. فلما قلت لهم كاين المنع عيطنا الناس ديال الارام، دوات معايا السيده قلت لها اختي انا راه حدا الباب راني ممنوع، صيفطي لي ان ريسبونسابل دو كومونيكاسيون اللي غادي ندوي معاه يشوف لنا حل لهذ المشكله. قالت لي داك الشيء اللي غادي نقول لك غيقولوا لك ريسبونسابل دو كومونيكاسيون راه فونيت با غومبورسي وما عندنا ما نديرو لك. شنو زعما غادي نداو لك فلوسك هكذا؟ هذا هو الكلام ديالها، فونيت با غومبورسي وما عندنا ما نديرو لك. هذه راه الاجراءات
نورمالمون هذه راه الاجراءات. اي اجراءات؟ شنو هي الاجراءات؟ الاجراء حنا كنعرفوا راه الاجراء راه كيكون بوثائق. حنا راه ماشي كدوله ديال الهضره، راه حنا دوله تاع مؤسسات. اعطيني وثيقه، اعطيني ما يفيد، اعطونا ما يفيد ومرحبا. فكنضطر انني كنعتصم داخل المطار ديال مطار محمد الخامس، على اساس يلقاو لي الحل، وعلى اساس ان نبقى حتى الغد ونتسنى مفوض قضائي باش يجي يدير معاينه ان كونستا. فكنبقى تما في ذاك الدص بدون اكل في الدص، وبدون لانني انا ما معولش انني غادي نتمنع. جبت قرعه صغيره تاع الماء، الماكله ما كايناش، والدص كنبقى حتى الساعه الثانيه حتى الطواليت سدو معايا، حتى الساعه الثانيه 10 الا ربع 12 الا ربع 12 الا ربع. لونسيف شخص سيكوريتي ديالهم، انا ما عنديش مشكل في الاشخاص، لان انهم كيسد الجامع، كيسد لاكثر من ذلك، كيسد لي طواليت اللي راه لا يعقل. ان هذا الشيء اللي قال لكم دينا، راه حنا هذا الشيء اللي ديما كنسدو، ما كيبقى حتى شي واحد كنسد. قلت لي راه لا يعقل، حنا خدمتهم، انا كيدير خدمته، حنا ماشي ما عندناش مشكل في الاشخاص. قلت لي راه الكرامه شنو، راه انا انسان، يعني كاين الكرامه الادميه. شنو الا بغيت نمشي انا دابا للطواليت؟ خليني اخي بشير باش نمشيو للنقطه نيشان. دابا الامن وقف عليك، لا قبل نقولوا جوازه اللقاح من اجل الحمايه ديالك والامن ديالك والمواطنين كاملين. قولينا النقطة الأخيرة باش الناس يفهموا مزيان، أنك أنت كتكون في الدروة، عرفنا ديك البلاصة. المهم غادي توصل للدروة، هاد النقطة اللي بغيتك تشرحها للناس. واخا، من بعد كنقول لك أنهم سدوا هذا وكل شيء، أشنو كيوقع؟ قلت لواحد الشرطي اللي بقى تما على بالك، شنو هذا الشيء؟ تمنعوا من لي طواليت. دازت واحد خمسة دقائق كيجيو الناس ديال الدرك، السلطات العمومية في شخص الدرك الملكي. كيقول لك راه ما عندكش الحق انك تبقى تما وخاصك تخرج. ما عنديش مشكل مع الاشخاص، ولا اعاتب هذوك الناس اللي جاوا لعندي لتما. هذوك انا لا اعاتب هذوك الناس، ان منهم الناس اللي تعاملوا معايا جونتيمون ومحرجين، انهم بقيتي فيهم محرجين. ان بقينا حنا هما بين مطرقات المرؤوسين ديالهم، والوضع اللي تحطينا فيه كاملين تما، لا هما ولا 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 انا. منهم يعني قال لي هذا، باش نكون واضحين، هذا البي ديالي باش مشيت، لان البي ديالي باش مشيت حطيته، هذا البي تاعي، ها هو ها البي ديالي باش مشيت. وهنا اشنو داير انا؟ هنا داير انا ممنوع من السفر الى مدينه الداخله تحت ذريعه عدم التوفر على الجواز. الطياره اقلعت اليوم على الساعه جواز تلقيح. الجواز بيان سور، جواز تلقيح. الطياره اقلعت اليوم على الساعه 8:30 وانا سابيت هنا. قال لي ودي راه هذه راه لافته وما عندكش لوتوريزاسيون. انا راه كاتب غير في البي ديالي وبستيلو، كيفاش غتكون هذه لافته وانا مظلوم؟ ليبين المظلوميه تاعي. فقال لي ودي راه انت تسيء الى المغرب. او كيفاش؟ واش انا بغيت نمشي للداخله اوسيء الى المغرب؟ واش انا طالبت بحقي؟ قطعت البيه ودرت جميع الاجراءات، واش انا اوسيء الى المغرب؟ قال لك واش 40 مليون كلها بغات تدير، هي بغات دير التلقيح، وانت بغيتي تضارب مع الدوله؟ انا بغيت نمشي للداخله وبغيت حقي، لا اطالب اكثر من الحق ديالي. احنا كمواطنين لدينا واجبات كنديروها، وعندنا واحد الحقوق. حنا طالبنا بهذوك الحقوق، حنا ما طالبناش بشي حاجه اخرى. فكنتخرج من تما بالقوه، ياك خرجت بالقوه. كنجيب بعد ذلك انهم كيعيطوا على تاكسي وصلني. قلت لهم ودي راه الدروه غتحطوني في الدروه، والدروه يعني طريق الدروه طريق وطنيه، كاين تما الغابه غتحطوني. قال لي ودي سير ما تخاف والو. فعلا مشيت وصلت للدروه، نقول لك الساعه تشير الى الثانيه 12 قسمين ديال الليل، 12 قسمين تاع الليل. وصلت للدروه
وصلت للدار وفاجئ ان كل شيء ساد، كل شيء، جميع المحلات سادين، ما كاين حتى شي واحد تما، والبرد، وحنا في شهر والبرد القارس، وكنت لابس حوايج خفاف لان ما معولش انايا معولش حوايج خفاف والبرد القارس، وانا كنتظر تما ساعه ونص البرد، ما واكلش بلا ماكله. المهم هما حيدكم التيريتوار اللي محسوب عليهم وحده المطار، داوك الدروه ديك الساعه عم بحرك، وسير وسير وسير. وهذا دائما اونتخ بارونتيز زعما كاين اللي حمايه المواطن. هنا واحد السؤال اللي كيتطرح، واش الا كانت السلطات، يعني الدوله والسلطات العموميه، انها دورتها هي كتحمي المواطن كما قال صحه المواطن، واش كيخول لها القانون انها كتحمي، خصها تحمي حتى الامن ديال المواطن بصفه عامه؟ واش انت تحت ذريعه انك تمنعني ندخل نشط الطياره كتحمي المواطن، وفي نفس الوقت كترمي بيا في الغابه ما كاين حتى شي واحد، كل شيء ساد، ما يوقف لك حتى شي واحد، وفي الغابه الا قتلك الا فرضا ان ضربني شي واحد بحجره ولا حني تما ولا قتلني شي واحد تما، شكون كيتحمل المسؤوليه؟ هنا راه ماشي الصحه تاع المواطن، هنا الحياه تاع المواطن تعرضت للخطر، هنا الحياه تاع المواطن تعرضت للخطر. كنبقى تما ساعه ونص عاده باش ان تصور معايا هذه الخطير، انا في لو ريسك وكيجي مول طاكسي جاي بوحدو وما بغاش يوقف، حتى داز واحد 50 متر وخوفا هو اللي في الطاكسي وخاف، حيت ما عارفش شكون لمن غيوقف، اللي في الطاكسي وخاف، يعني ما بالك ديك المنطقه ما كاينش، ما بالك في بلاصه اللي حدا الغابه، ما بالك بلاصه حدا الغابه انا واقف فيها ساعه، ما ساعه ونصف او ما يزيد. تنظر الرساله ديالك اخ بشير وما دخلت للدار حتى لواحد الوقت، هنا ضياع البيي، ضياع المصالح ديالي اللي غادي نمشي عليها، ضياع النقود، انك باش توصل حتى المحل ديالك، واش عندي الفلوس ولا ما عنديش، لان واحد لقيتها قال لي واش نشدوا لك تاكسي كورسا، قلت لهم باش عرفتوا انا عندي الفلوس، انا راه معول غنشد الطياره. ضيع المصالح، ولا اخطر من ذلك هو ان تعرضوا، ماشي الصحه ديالي اللي تعرضوا للخطر، وانما تعرضوا ان الحياه تاعي للخطر. باش الرساله ديالك واضحه جدا كيف ما تابعتوا معنا المشاهدين الكرام، بان الاخ بشير تمنع من سفر، تعرض للخطر، الحياه ديالو تعرضت للخطر لان بطريقه او باخرى، لانه مشى هزو حطوه في واحد البلاصه غير مؤمنه، ما كاينش الامن، يعني تعرض لبزاف الحكره، بزاف المشاكل، وعنده ما يثبت وعنده ما يدور. حنا ما غاديش نوقفوا هنا، حنا ما غاديش نبقاو هنا، حنا غادي نتبعوا القضيه مع الاخ بشير، وان شاء الله هو يرى دار ريكلاماسيون عند الخطوط الجويه المغربيه، وكذلك غادي يطرق القانون، الباب ديال القانون، وان شاء الله ان شاء الله ضروري القانون، انا اللي كنامن به هو ان القانون فوق الجميع، وغنتبعوا القضيه ديالو. كنقول لكم تبعوا معنا حتى نتوما القضيه باش نمشيو حتى الاخير. شكرا لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.